ونتحول بكم إلى متابعة لآخر أخبار الطقس. مصطفى ميزار في انتظاركم، إليك مصطفى. شكرا ليلى عمر، شكرا محمد عبد الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة على نهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حر على السواحل الشمالية الشرقية ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله، نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، والجو غدا في القاهرة شديد الحرارة. في الإسكندرية 37 25 الجو حار، في مطروح 32 23 الجو فيها حار، في بورسعيد 33 24 فيها الجو حار، في الإسماعيلية 40 27 والجو فيها شديد الحرارة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 38 درجة والصغرى 26 درجة، والجو في محافظة السويس يتسم بالحر الشديد أو بالحرارة. في العريش 34 25 حار، في طابة 35 24 الجو فيها حار، في شرم الشيخ 40 28 شديد الحرارة، في الغردقة 38 27 والجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة والجو فيها شديد الحرارة، في أسوان 43 درجة والصغرى 28 والجو فيها أيضا شديد الحرارة، في الوادي الجديد 42 28 أيضا الجو فيها شديد الحرارة، في شلاتين 36 26 والجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 31 28 والجو فيها أيضا حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.